الحقيقه هذه كانت اسباب شخصيه لواحد راه كيحتفظ بها نفسه، وكنظن في اللحظات الواحد مزيان يحترم الحريه ديال الاخر. هذا ما كان لان العلاقه طيبه وغتبقى طيبه، هذا فقط التزام حزبي في توقف اليوم بعد 11 سنوات ديال النضال، وكنحتفظ بمجموعه من الصداقات والذكريات الشريفه، وما كنذكرش الجميل ديال هذه المدرسه في النضال. لم اكن ابدا مرشحا للانتخابات باي لائحه من اي نوع كان. انا مناضل بسيط، مناضل بالتجديد الديمقراطيه وحريه التعبير وحريه الاختلاف، وهذا الشيء اللي كنناضلوا عليه راه خصنا نطبقوا على ربنا. قراراتي شخصي توقف عن العمل الحزبي بصفه نهائيه الى ان ملك الله الارض وما عليها. قرار شخصي فقط يخص بي في واحد بغض ضمير بيني وبين راسي، ولا يعني اي احد في اي شيء، وما كنقولش ان هذا الشيء راه شي حاجه خيبه ولا نهائيا. علاقه راه طيبه مع الاخوان كلهم، وهذا البلد يستحق النضال ويستحق التضحيه ويستحق ان الانسان يتم الاخير، وانه يحاول بقدر الامكان يحيد عليه الهم والغم وقتما تمكن من ذلك، سواء من داخل الاحزاب او من خارج الاحزاب. السياسه راها بحر والاحزاب راها سفن، يعني السياسه راها اكبر بكثير، ولا العمل من اجل الصالح العام اكبر بكثير من العمل الحزبي اللي عنده واحد الدستور ديالو، واحد الطبيعه ديالو اللي هي كتعرفوها جميع. هذه كتبقى علاقة يعني داخل واحد الأسرة وداخل واحد المجموعة بصفة عامة. القرار ما غاديش يكون سهل على حتى شي واحد، ولكن التقبل ديالو زعما ما نطروحش، لأن هذا قرار بارز حتى فيه، وهو قرار فردي وشخصي، وأعتذر لأي واحد يشوف فيه شي حاجة اللي هي سلبية أو كنبغي نصحح له الفكرة ودير أنا حتى شي حاجة اللي هي سيئة أو سلبية في هذا الشيء كله. هو الامور على ما يرام، بخير وعلى خير. الحزب بحمد الله قوي بتاريخه ونضالاته ورجاله واستقلاليه وقياديه وجميع الذين يساهمون في بناء الديمقراطيه في هذا البلد، وكاين غير الخير قدام ان شاء الله. حنا راه كنبقاو اصدقاء ديال الجميع. لا ودي انا كنخبر غير السيد الامين العام اللي هو تمثل الحزب بصفه عامه وتيحتفل بجميع الهياكل ديالو بنفسه المكتب السياسي. كان عندنا لقاء نهائي الاسبوع اللي فات، وكان عندنا حديث اليوم، ونكتب الله راه اليوم اللي غادي نتعشاو عند الدار. والحادثه باقيه في العالم وفي الوطن وفي السياسه وفي الطبخ وفي الرياضه وفي الفن وفي الثقافه. يعني العلاقه الشخصيه راه دائما قائمه، انما النضال الحزبي او الانتماء الحزبي اللي دور به الضعيف المناضل البسيط عمر الدين راه انتهى بصفه قطعيه نهائيه لا رجعه فيها، وما عمر يكون شيء انتماء حزبي في شي جهه اخرى. انا قلت لك الى ذلك الله الاضرار مالك.